أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الأقسام المعظمة؟ نعم، يقول: ما هي الأقسام المعظمة؟ الأيمان، يعني الأيمان المعظمة تعظم بالصيغة، صيغة اليمين تعظم بالصيغة وتعظم في المكان، تعظم في الصيغة، تغلظ، يعني يسمونه تغليظ اليمين، تغلظ في الصيغة: والله الذي لا إله إلا هو، ويكرر من أسماء الله فيها، هذه مغلظة في اللفظ، مغلظة في المكان بأن يحلف عند الكعبة، يحلف عند الكعبة في الملتزم، هذا في المكان، أو في الروضة الشريفة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تغليظ في المكان. تغليظ في الزمان تكون بعد العصر، تكون بعد العصر، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. نعم.